حياكم الله. في عهد أوباما رسم الإيرانيون هلالهم الشيعي في المنطقة، يريدون لهذا الهلال أن يكون بدراً، لكن هذا البدر اصطدم بواقع سياسي جمد حركته وأصبح في موقع المستهدف، بعد أن وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته المعادية لإيران إلى مقاعد الحكم لتبدأ بعدها بتصحيح أخطاء أوباما الذي تخلى عن حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة لصالح إيران. هؤلاء الحلفاء مد ترامب لهم يده من جديد، لكن بثمن كبير. اتفق المستمعون في الرياض على ضرورة التصدي لإيران، ومثل ذلك تكرر في تل أبيب. ترامب يقول إنه وجد في التهديد الإيراني قضية مشتركة بين إسرائيل وجيرانها العرب، وإذا كان الجميع قد اتفق على بدء تقليم مخالب الإيرانيين في المنطقة فتبقى تفاصيل القيام بذلك غامضة حتى اللحظة. في محورنا الثاني لن نبتعد كثيرا، فحرب النفوذ في البادية السورية تشتعل بين الجيش الحر المدعوم من التحالف الدولي من جهة والميليشيات الإيرانية والنظام المدعوم من روسيا من جهة أخرى. الجيش الحر يسعى عبر بركان البادية للتصدي للإيرانيين الذين يتقدمون باتجاه منطقة التنف في محاولة للسيطرة على طريق دمشق بغداد الدولي الذي يمتد إلى إيران. للحديث تتم وتفاصيل، أهلا بكم. عبر إذاعة والتلفزيون أورينت، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي إنه يجب على إيران أن توقف تمويل وتدريب وتسليح الإرهاب في المنطقة والإرهابيين كذلك، وأضاف خلال زيارة يقوم بها إلى تل أبيب بعد الرياض أن إيران تشكل تهديدا مشتركا لإسرائيل وجيرانها العرب. طلب بيان سعودي أمريكي مشترك بضرورة وقف التدخل الإيراني بالعراق وحصر السلاح في لبنان بيد الجيش فقط. أما التفاصيل لمحمد الدغيم. وهنا أيضا ومن تل أبيب بإسرائيل، يكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بدأه في العاصمة السعودية الرياض، رسائل عديدة تدعو لمحاربة الإرهاب، وهذه المرة بما يشمل إيران وميليشياتها في المنطقة. الأهم هو أن تعلن الولايات المتحدة وإسرائيل بصوت واحد أنه يتعين عدم السماح لإيران على الإطلاق بامتلاك سلاح نووي، وأن عليها وقف تمويل وتدريب وتسليح الإرهابيين والميليشيات، وأن تتوقف عن ذلك على الفور. لم يخرج ترامب من هذه القاعة إلا بعد أن أبلغ الرئيس الإسرائيلي بنتائج زيارته للرياض. ثمة إدراك متنام بين جيرانكم العرب بوجود قضية مشتركة معكم تتمثل بالتهديد الإيراني، هذا ما قاله ترامب الذي يرى أن هناك فرصة نادرة لتحقيق الأمن والسلام وهزيمة الإرهاب في الشرق الأوسط. وتظهر تصريحات ترامب حالة التناغم في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، والذي تمثل باستهداف إسرائيل لميليشيا حزب الله أكثر من مرة جنوب سوريا، فضلا عن استهداف التحالف الدولي للميليشيات الإيرانية قرب قاعدة التنف العسكرية في المثلث السوري الأردني العراقي قبل أيام. مع ذلك تبقى تلك التحركات محدودة، فترامب قال من الرياض بصراحة إن بلاده لا تريد الحرب بالنيابة عن أحد، لكنه يعطي للدول الإسلامية ضوءا أخضر للتحرك كان أحمر في عهد إدارة أوباما. التحرك العربي الإسلامي ظهرت بوادره من الرياض بعد توقيع السعودية على صفقات أسلحة مع أمريكا بقيمة 460 مليار دولار. إعلان الرياض رحب في أحد بنوده باستعداد دول إسلامية توفير قوة احتياطية قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق. وفيما تبدو النية واضحة بعزل إيران، تبقى تفاصيل التطبيق غامضة مع تعقيدات المشهدين السياسي والعسكري في البلدين المذكورين وما يحملانه من أبعاد إقليمية ودولية.
سأناقش هذا الملف مع ضيوفي. أبدأ بضيفي في الأستوديو الدكتور مهند العزاوي مدير مركز ساق للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور مهند. أرحب بالدكتور بسام لعموش الوزير السابق ضيفي من عمان والسفير الأردني السابق أيضا لدى إيران. أهلا بك دكتور بسام. وأرحب بعلي نوري زادة مدير مركز دراسات العربية الإيرانية ضيفي من لندن. أهلا بك سيد نوري زادة. سينضم إلينا شاول منشي هو محلل سياسي إسرائيلي من القدس العربية. أهلا بالجميع. أهلا بكم ضيوفي على كارم. سأبدأ معك دكتور مهند العزاوي. هل هناك فرق بين تصريحات ترامب في السعودية وإسرائيل؟ تحية لك، تحية لضيوفك، تحية للمشاهدين. لا أجد هناك تغيير يعني في نمط الخطاب، يكاد يكون نفس الخطاب الصلب تجاه إيران. وقد حدد يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني في خطابه أو أكد أن هناك زعزعة على الاستقرار، أن هناك سلوكيات غير مقبولة في الجانب السياسي والعسكري، وبنفس الوقت يعني أعتقد يعني توافق كثيرا مع خطابه في الرياض. لن يكون هناك تغيير جوهري أو على الأقل حتى إشارة إلى آليات، ولكن تغير في الخطاب. بل ونتكلم عن استدارة بعد الانعطافة أوباما، هناك استدارة لترامب. نعم. وعودة إلى المنطقة بشكل قوي، هذا ما توحي إليه يعني قمتين الرياض وقمة والتواصل في إسرائيل. نعم. طيب دكتور بسام، برأيك الآن رسائل ترامب كانت واضحة لإيران أم لا؟ يعني هو لا شك المجيء إلى العربية السعودية واعتبارها هي قائدة للعالم الإسلامي وأنها القوة الاقتصادية الكبرى في المنطقة، هذا بحد ذاته رسالة إلى إيران. وكما ذكر في التقرير، أظن أن أوباما وترامب شكل تغيير جذري للسياسة النعامية إن صح التعبير التي سار عليها أوباما، مما مكن الإيرانيين من التغلغل في المنطقة وإيجاد المشكلات وإثارة النعرات. الآن الرئيس ترامب هو جاء بعقلية الصفقات الاقتصادية، وهذا ما شاهدناه في العربية السعودية من حيث صفقات السلاح، ولكن هذا السلاح يعني سيكون استخدامه على الأرض اليمنية وربما في الأرض السورية، وبنفس الوقت تحصين لدول الخليج التي يعني تهددها إيران وخاصة العربية السعودية بين فترة وأخرى. فقد تكون المساحة المشتركة التي سيعمل فيها ترامب ما يخدم إسرائيل وما يخدم البلاد العربية في الملف الإيراني. يجب تقليم أظافر إيران في المنطقة، سواء كان وجودها في سوريا عبر ميليشياتها أو وجودها في اليمن، لأنه طيب الغرب يعني لا يرتاح أن تكون إيران مسيطرة على هرمز وعلى مضيق باب المندب. نعم سيد نوري زاد، الآن الجميع يتحدث عن تقليم أظافر إيران في المنطقة، ما هي الآلية لذلك الفضلة، خصوصا أن الميليشيات الإيرانية واضحة ومعروفة، يعني الحوثيين باليمن، حزب الله بالعراق، حزب الله بالعراق وحزب الله بلبنان أيضا، والحشد الشعبي وما إلى ذلك. ما هي الآلية التي من الممكن أن يتم تقليم أظافر إيران عسكريا ليس تصريحات سياسية فقط؟ تحياتي إليك وإلى ضيوفكم الكبار والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. وتحية للشعب السوري العظيم. أولا إن رسالة رياض وصلت إلى طهران مبكرا، وأعتقد بأن الرئيس روحاني لما عدانا اقتحام السفارة السعودية، لما قال بأنه قد اختار طريق المصالحة، وقال إن الشعب، ومن ثم بعد انتخابه قال إن الشعب الإيراني رفض الانعزال، رفض التشدد والتطرف، وهو يرغب في تطوير علاقات إيران مع العالم وخاصة الدول المجاورة. كل ذلك يدل بأن الرسالة فهمت، مزمون الرسالة كان واضح. أما إيران ستختار طريق التعدي، فعندئذ ستتعرض مصالح البلاد لخطر حقيقي، والرئيس دونالد ترامب مستعد، يعني هو بحاجة إلى انتصار خارجي، وزيارته للمملكة تعد إنجازا كبيرا، سواء من حيث الناحية الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وأيضا حضور أكثر من 40 زعيم وقادة من دول الإسلامية، هذا بشكل آخر بمعنى تحالف هؤلاء مع الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبار السعودية
مركزا للعالم الإسلامي والعالم العربي، كل ذلك مؤشرات خطيرة للنظام الإيراني. وأعتقد أن الروحاني كونه رجلا براغماتيا محنكا في الفن الدبلوماسي والسياسة، هو يدرك ذلك، ولكن مشكلتنا ولي الفقيه آية الله خامنئي هذا المرة لم يتدخل في الانتخابات. كانت هناك دلائل عدة تؤكد بأنه سوف يتدخل لمصلحة رئيسي، وحتى الساعة 8 من صباح يوم السبت كنا جالسين وقلقين بشأن تدخل. يبدو في آخر لحظة ربما بسبب اجتماع رياض قرر توجيه رسالة مختلفة إلى الرياض. لكن هناك المصالح. من المحللين السياسيين الإيرانيين أيضا من خالف هذا الرأي يوم الأمس الدكتور هاشميان، قال بأنه تدخل ولي الآية الله أو الخامنئي هو من تدخل بعد زيارة ترامب ليعلن عن فوز روحاني، يعني هي كانت رسالة أبداً واحدة أبداً. الهدف من ذلك بأنه روحاني بتحدث أنه وسطي أو معتدل أو ما إلى ذلك. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. طيب ماشي ماشي، سنأتي إلى هذه النقاط ربما أكثر. ماشي سيدي الكريم سيد نوري زادة، يعني هو اختلاف بالرأي، ليس من الممكن يكون صحيحا أو خاطئا. فقط أنا هناك أصوات دقيقة عزيزي، أصوات أعلن بعدين نعرف حجم حضور الناس. طيب من المستحيل أن يغير أن كان آية الله خامنئي قد يغير نتائج الأصوات أبدا. ماشي دكتور مهند، الآن الدكتور بسام العموش تحدث أنه من الممكن هذه الأسلحة أن تستخدم في الأرض اليابانية، تحدث ربما السورية، لا أعلم، نسي أن يتحدث أيضا عن الأراضي العراقية. الآن عسكريا، عسكريا إذا مواجهة إيران أو ميليشيات إيران تتحدث عن مواجهة في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، أربع عواصم عربية، هل ستنفذ هذه الآليات عسكريا عن طريق ناتو عربي بإشراف أمريكي؟ يعني ما يلفت النظر حقيقة، يعني نعم هو نجاح سياسي وتفوق الدبلوماسية العربية واعتراف قد تكون الخطاب التصالحي لدونالد ترامب كان من أبرز نقاط الوصول قبل ما يصل هو إلى السعودية أو إلى الرياض. نعم. قد تكون تلك الحفاوة المتبادلة بين الطرفين، مستوى التمثيل كان لفريق ترامب عالي المستوى، الفريق الموازي في الولايات المتحدة الأمريكية لنفس الفريق الموجود في الرياض، يعطينا أن هناك اهتمام. ولكن أنا يلفت نظري أنه لن يصدر شيء، يعني شيء يخلينا نعتمد أن نقول أن هناك تنفيذ يعني لهذه القرارات، صفحات لاحقة لما بعد الصفحة السياسية والاقتصادية. نعم. يعني أنا أقول كان يفترض من يعني القمة العربية تقدم مقترحات، لأنه الرئيس دونالد ترامب قال أنا قادم بمسارين ليس بمسار واحد. في العادة الولايات المتحدة الأمريكية كل رئيسيتي يعطي ما يراه وجهة نظره للسياسة الخارجية الأمريكية في تلك المنطقة. دونالد ترامب مختلف عن الآخرين، قال أنا أسمع من الآخرين ماذا، أي أنا أعرف ما تفرزه البيئة وقياداتها وماذا يتطلب منها، وأنا أيضا عندي ويمازج الرأيين ليخرج برأي واحد. أنا حقيقة ما لمست هذا في المؤتمر، يعني ما لمست أنه في طرح قد يكون يعني في الأمور ما يعني اللي تحت الإعلام اللي غير واضحة قد يكون طرحت بهذا الشكل، ولكن لن تعلن عن ناتو عربي بفقط استعداد أنه يكون هناك 34 ألف مقاتل، وهذا فرق بين تعلن هناك قوة. وحتى الخطوط الاستراتيجية للمواجهة مثلا أو لتخليم الأظافر أو لتحجيم إيران لن تبرز بشكل واضح سوى الخطابات. نعم. أنا أتكلم بوضوح في هذا في هذه النقطة. نعم. قد إيران مارست براغماتية عالية، دعنا نكون واضحين، يعني إيران مارست براغماتية عالية في امتصاص زخم الطرف الآخر. تعرف أنت في إيران ليس بها السهولة يطلع الرئيس فورا يفوز رئيس روحاني. نعم. الرئيس روحاني مقبول من يعني الغرب، مقبول من الأطراف كونه معتدل أو تعرف يمثل الخط الآخر. نعم. فوزه هي رسالة أنه نحن لا نتدخل في حالة امتصاص زخم. الإيرانيين أذكياء جدا، في دهاء يعني في مستوى السياسة دهاءهم كبير في هذا الموضوع. نعم. خصوصا في التعامل مع الأزمات. تلاحظ أنه لن يصدر أي تصريح، أي تصريح لا روسي الداعم الروسي ولا إيراني ولا الصيني. نعم. في نفس الوقت اللي هم أقطاب العالم، ولا حتى الإيراني حتى هذا الوقت. يعني إذا السبب في ذلك أنا أعتقد أنه هناك تفاهمات، يعني أنه هناك مصبر. تفاهمات. أنت تعلم عندما خرجت سوريا من لبنان خلال 48 ساعة
قد يمارس الضغط السياسي أكثر من الضغط العسكري دونالد ترامب، وبتفاهمات معينة بصفقات سياسية مقبولة مع الداعم الروسي وإيران بنفس الوقت، وتنسحب من مناطق تواجدها، وإيران تلعب سياسة الكروت عندما تحصل على مصالح. بس هل تلاحظ بأن إيران إذا خرجت من سوريا خسرت كل شيء بالنسبة لها؟ ما لا نعرف طبيعة التفاهمات، يعني قد تكون لها يعني حوافز أكثر من الوجود التمدد. أنت تعلم في الاتفاق النووي من أبرز النقاط الموجودة في الاتفاق النووي عدم التعرض للنظام الإيراني، موجودة في الاتفاق النووي اللي وقعه أوباما. هذا التغيير، الفريق طاقم الأمريكي اليوم المتواجد، يعني اللي هو يعني الظهر الساند سياسيا وعسكريا للرئيس دونالد ترامب، نعم، يواكبه في نفس الأفكار، هم فريق صلب، هم يستطيعون استخدام القوة في الوقت المناسب، يلوحون بالقوة أيضا بالوقت المناسب، ولا تنسهم اليوم على الأرض في سوريا والعراق. نعم طيب ماشي. هذه مهمة جدا طيب. يعني ماشي. لكن بالمقابل إذا كنا نتحدث عسكريا دكتور بسام، هناك من يقول بأنه الدولة الوحيدة الممكن أن تدخل بريا أو تكون القيادة تحت أمرتها بريا عسكريا في سوريا والعراق هي الأردن. هل هناك اتجاه نحو هذه الأعمال، خصوصا بأنه الآن إذا تحدثنا عن المنطقة الشمالية أي جنوب سوريا الآن هناك تحركات كبيرة على المستوى العسكري؟ يعني الأردن منذ البداية لو أراد أن يتدخل لتدخل في فترات الضعف السوري، النظام السوري في 2012، لكن السياسة الأردنية في هذا ثابتة. الأردن لا يتحرك وحده، يتحرك ضمن معادلة دول التحالف 60، وهو شارك في الطيران في خلال هذا الأمر. الآن إذا في ترتيبات تتعلق بالعمل على الأرض فإنما هي من خلال الجيش الحر ومن خلال وجود موجود 10,000 جندي أمريكي في المنطقة، يعني وليس الأردن وحده. ماشي، لكن لا يوجد هناك أي تدخل أمريكي. الحديث كان واضح من دونالد ترامب أنه لن ندخل لا عسكريا. على كل حال هم يعني أتحدث عن نيتو عربي دكتور بسام. هم موجهون، هم معلش لا 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 يمكن العرب أن يتحركوا وحدهم، في بيكون اتفاقات وبيكون في حماية، والأردن من البداية يعني أقام علاقة تفاهمية مع الولايات المتحدة وحتى مع روسيا، ولهذا الجنوب السوري مهمة الجيش الحر، ولكن هذا لا يعني عدم وجود دعم. إذا تم تثبيت بعض المنظمات الإرهابية في جنوب الأردن في جنوب سوريا فأنا أعتقد هذا بيكون حق طبيعي للأردن ولغير الأردن. إحنا بهمنا أنه السياسة الأمريكية في هذا الاتجاه أين تتجه. ترامب متفق مع الدول العربية ومع إسرائيل على محاربة إيران وعلى محاربة المنظمات الإرهابية، وحتى بالنسبة للنظام السوري هو يقول أنا ما عندي مانع أن يدخل البعض في ضمن اتفاق معي. طبعا هذا يعني من خلال الحليف الروسي، الغطاء الروسي هو الذي يمكن أن يبلغ السوريين إذا كان هناك تدخل، لكن أنا أعتقد أنه سيكون هناك تصفية للوجود الإيراني. والرئيس الأمريكي الحالي هو منذ البداية قال أنا حتى الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يعاد النظر فيه. وأظن أننا حينما نتحدث عن ديمقراطية إيرانية نكون واهمين في ولاية الفقيه. ليست هناك ديمقراطية ما دام هو يحدد من هم المرشحون، وإذا كان قلب العداد في من سيفوز في إيران هذا دليل أيضا فاضح على هذا التدخل. إيران في نظام ولاية الفقيه تختار الشخص المناسب للمرحلة، لما يختاروا واحد إصلاحي مثل الرئيس روحاني أو لما كان الرئيس خاتمي إنما بيكونوا في حالة تراجع وحالة خوف وحالة يعني ترقب، وهذا هم ما ينتظرونه. لابد أن تتم تصفية الجيوب الإيرانية في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان، لابد من تحجيمها، ومن بعد ذلك يمكن الحديث ما يجري الآن من حديث حول القضية الفلسطينية. طيب. سيد نوري زاد، الآن ما هي الخيارات الإيرانية المطروحة حسب وجهة نظرك؟ لدى السيد روحاني قائمة من الأولويات، جانبا منها أولويات داخلية وجانبا منها خارجية. أنا سمعت بأن روحاني قد كلف عاد مستشاريه بمراجعة الملف اليمني، وهم يعرفون جيدا أن اليمن بالنسبة للسعودية أهم شيء، وإذا كان هناك يتوقعون تغييرا في الموقف السعودي فلا بد من أن تقوم إيران بمبادرة ما. سمعت بأنه سيتم الاتصال بالهوسيين لتشجيعهم على قبول مبدأ المفاوضات في الكويت، وسوف نرى خلال
أيام المقبلة. إلى ذلك فأن المرشد حاله الصحي ليس جيدا، ومرشد يعرف الأعمار بيد الله، ولكنه يعرف بأنه قد يغادر الصاحب آجلا أم أجلا. فربما أنا لست واثقا ومطمئنا، ربما سيسمح للروحاني للقيام بأدوار تصالحية مع المملكة العربية السعودية، مع الأردن، مع مصر، مع دول منظومة مجلس التعاون. فهذه الخطوات ضرورية لتفادي إيران أي مواجهة عسكرية ماشي مستقبل. لكن هذا ملف يمني، ماذا بشأن الملف السوري؟ ماذا بشأن الملف العراقي؟ فيما يتعلق بشأن الملف السوري، بشكل أو آخر بدأت روسيا تحل مكان إيران. انظروا إلى الخريطة، الروس الآن منتشرين، ونوع من التفاهم بين الروس والأمريكان، إيجاد مناطق معينة في سوريا، وهذا المناطق تحت الحماية غرب أو الشرق، روسيا أم الولايات المتحدة الأمريكية. معظم هذه المناطق هي المناطق التي على إيران أن تسحب قواتها منها. فالنظام الإيراني قد دفع أكثر من 30 مليار دولار هذا لمغامرته في سوريا من أجل إبغاء نظام بشار أسد، ونحن كلنا نعرف، وحتى الله يرحمه هاشم رفسنجاني كان على علم بذلك. بشار أسد سيسحب، من المستحيل أن يبقى رجلا قتل 400,000 من أبناء شعبه وشرد أشد ملايين أن يبقى في الهود. النظام الإيراني يعرف ذلك جيدا، ولكن النظام الإيراني يريد يعني يريد زمانا من أي حكم مستقبلي في سوريا بأن يكون لديه طريقا لإيصال الأسلحة إلى حزب الله. ولكن هذا يعني again تناقض في الموقف الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تعتبران حزب الله على رأس قائمة الإرهابيين، فلذلك ورقة سوريا ستكون ورقة خاسرة للنظام الإيراني، ولكن الوصف الإيراني مختلف. ماشي. طب أهلا بك سيد شاول منشي، المحلل السياسي الإسرائيلي انضم إلينا الآن القدس العربية. أهلا بك سيد شاول. سيد شاول، هل زيارة ترامب هي طمأنة لإسرائيل ضد تخوفاتها من الإيران أم لا؟ سيدي الملاحظ أنه هنالك تفاؤل شديد في إسرائيل من قبل كل الأحزاب اليمينية واليسارية، هذا بالإضافة إلى التفاؤل من الجانب الفلسطيني والجانب العربي عامة. ولكن يمكننا أن نقول إن هذا التفاؤل وحده لا يمكن أن يؤدي إلى الحل المنشود. القضية الفلسطينية المعقدة تحتاج من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى زعماء شجعان مثل الرئيس السادات رحمه الله، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن، وهذان الزعيمان كانا طيب. شجاعين ماشي. واتخذا قرارات حاسمة. سيد شاول أنا معك، لكن حاليا ماشي أنا معك، لكن أنا أدرك تماما أهمية القضية الفلسطينية، لكن محور الحديث عن زيارة ترامب على وجه الخصوص بعد القمة الرياض وتطمينات ترامب لإسرائيل، تطمينات ضد إيران، هل فعلا إيران عدو مشترك نعم. لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أم هي فقط تصريحات لدى الإعلام؟ وإسرائيل تعلم جيدا بأن إيران هي الضامن لحليفها بشار الأسد. إيران هي العدو ليس فقط للعرب وللولايات المتحدة، ولكن لإسرائيل أيضا. وهذا العدو المشترك يخلق حاليا شيئا من التعاون المستتر بين إسرائيل والدول العربية، وخاصة دول الخليج ومصر والأردن والمغرب. ومن ثم يمكننا أن نعول على هذا العدو المشترك أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية بالنسبة للفلسطينيين. لماذا؟
لأن إسرائيل يمينا ويسارا تدرك أنه دون تحريك القضية الفلسطينية لن يكون هنالك انفتاح تام لإسرائيل تجاه العالم العربي. وأكرر القول أن أي تحريك للإشكال الفلسطيني الإسرائيلي يحتاج إلى زعماء شجعان، ماشي يا سيد ليس شاول. فقط من الجانب الفلسطيني، ماشي ماشي ومن سيد شاول. إسرائيل أيضا، ماشي ماشي. طيب الآن قمة الرياض، هناك 34,000 جندي عربي سيتحركوا ضد إيران، ماذا ستقدم إسرائيل التي تخشى إيران كذلك؟ أم أن إسرائيل فقط نسمع منها التصريحات الكبيرة؟ ولم تجبني على موضوع آخر بأن إيران هي ضامنة لحليفكم بشار الأسد، كيف تنظرون لوضع بشار الأسد؟ لم أفهم السؤال. أعيد السؤال، هل فعلا إسرائيل جادة بالتخلي عن بشار الأسد؟ للتخلي عن بشار الأسد؟ عن أي شيء؟ بشار الأسد. بشار الأسد سيدي، بشار الأسد هو ليس حليفا لإسرائيل، وإنما هو العدو رقم واحد لإسرائيل، وقد جرعنا العلقم طوال 50 عام. ليس سيد شاؤول، سيد شاؤول، سيد شاؤول، خلال 40 عام، سامحني بس سامحني، بدي أشوف العلقم اللي ضبطته إياه سيد شاؤول. سيد شاؤول بس فقط فهمني العلقم اللي أطعمكم إياه بشار الأسد. 40 عام حتى الطائر الصغير لم يعبر على الحدود الإسرائيلية، 40 عاما. لأنه حليف لإسرائيل يعني باختصار. وبشار، خليني أتحدث، فضل. بشار الأسد ينتهج حاليا سياسة والده الذي كان متطرفا ولكنه كان حكيما، وكان يعلم علم اليقين ما الذي ينتظره فيما إذا تحرش بإسرائيل، ومن ثم فهو ترك جبهة الجولان هادئة وشغل ضدنا حزب الله ومن ورائه إيران، وهو كان ولا يزال العدو الرقم واحد. طيب هذا بالإضافة إلى أنه طيب قاتل شعبه، ماشي، وليس عدوا لإسرائيل فقط. طيب ماشي سيد شاؤول، يعني بالمنطق فقط، هل فعلا بشار الأسد بحرك إيران وحزب الله؟ يا رجل إذا إيرانيين تحدثوا أنه لولا إيران لسقط بشار الأسد من زمان، من أسبوعين، من ثلاث، من شهرين، من سنة، والآن بتقول لي أنه بشار الأسد محرك إيران ومحرك حزب الله؟ إذا الآن تحدث بأنه 40 عاما أبقى على الجولان هادئة. سيدي المحرك الرئيسي هو ليس بشار وإنما إيران، هي التي تحرك بشار وتحرك حزب الله، ولكن إيران، حكام إيران أذكياء جدا، وهم يعلمون أن تحريك الأسد ضد إسرائيل في الجولان سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للنظام السوري، ومن ثم فهم يكتفون بتحريك حزب الله. أضف إليه منذ 10 سنوات أهدأ حدود بين إسرائيل والعرب، هي ليست الحدود السورية كما تقول، وإنما هي الحدود اللبنانية، وهذا وفقا للتوجيهات طيب وسياسة حكام إيران الذين لا يريدون أن يورطون حزب الله وسلاحه في قتال خاسر مع إسرائيل. نعم، شكرا لك سيد شاؤول منشي، المحلل السياسي الإسرائيلي من القدس العربية. يعني أجبتني جوابين وناقضتهم نفس اللحظة سيد شاؤول، على كل شكرا لك. شكرا لك أستاذ علي نوري زادة، مدير مركز دراسات العربية الإيرانية، ضيفي من لندن. دكتور بسام العموش ودكتور مهند، أرجو أن تبقى معي للحديث في المحور الثاني. فاصل أيها الأفاضل.